هستأذنك في انه معنا ايضا على الطرف الاخر سيد تيمور دويدار. اهلا بيك مره تانية سيد تيمور. والحقيقه احنا يعني انا كنت مصر انك تكون حاضر معنا هذه المناقشه مع السيد ماك شرقاوي، فهو يرى انه لا حق لروسيا اطلاقا فيما تفعله بخصوص اوكرانيا، ويمكن حضرتك سمعت الجانب الاخر او الجانب الاخير ايضا من الحديث، وهنا ارجع لك في رايك مره تانية. قالوا للسيد شرقاوي للأسف الشديد هذه المرة الصوت رديء للغاية، لا أسمعكم جيدا، لم أسمع الوش للأسف كما قاله السيد شرقاوي، لكن ما ذكرته سيادتك بخصوص لا يحق لروسيا، نعم لروسيا لا يحق، يعني من يعني قانونا لا يحق، لكن انا اتحدث صوت مروع. طب احنا هنحاول نعود الاتصال مره ثانيه. اشكرك سيد تيمور دويدار، وهنعود الاتصال مره ثانيه. سيد ماك شرقاوي معاك، حضرتك توقفنا عند كلمه ولكن. انا مش ناسي سؤالك اللي انت سالته اللي هو قانون كاتا. ايوه واخد بال سعادتك، قانون كاتسا ده وفقا لاستراتيجيه الولايات المتحده اخذتها في 2018 والقانون ده طبعا 2017 اللي هي الاتجاه شرقا حتى تواجه الولايات المتحده الامريكيه اعداء الاصليين روسيا اصلا. وناس فسرت ان امريكا بتخرج من الشرق الاوسط عشان تطبق هذا الامر، اعتقد امريكا لن تخرج من الشرق الاوسط ولن تخرج من الشرق الاوسط، ولكن وضح ان العقوبات سلاح ناجع. وهذا القانون اسمه قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العقوبات واختصاره كاتسا، وهو بيطبق على كوريا الشمالية وروسيا وإيران، وبيعاقب الدول اللي بتتعاقد على سلاح من روسيا في هذا الأمر. وروسيا بتخرج بره الموضوع انها بتبيع السلاح الروسي من خلال بيلاروسيا ومن خلال دول أخرى، يعني بتدور في فلك الروس. ولكن بالتأكيد أثر على روسيا تأثير غير عادي. طبعا روسيا كانت نمرة 8 اقتصاد يوسف بي، كانت نمرة 8، كانت حتى مجموعة اسمها مجموعة الثمانية، بقت مجموعة السبعة بعد ما تم استبعاد روسيا بعد ما اغتصبت القرم، وبعد 2014 تم عقاب روسيا وإخراجها من مجموعة الثمانية وأصبحت النهارده مجموعة السبعة. النهارده روسيا كام؟ النهارده 11 روسيا. يعني بالتأكيد أثرت العقوبات وأتت أكلها في تقليص وانكماشي الاقتصاد الروسي، ده ما حدش يقدر ينكره. والنهارده العقوبات اللي ممكن تطبق عليه لو تم فعلا تنفيذ التحديد بالاجتياح ممكن تكون كارثيه للاقتصاد الروسي. اعتقد انه لن يتم الاجتياح، واعتقد لن يتم التراجع عن قانون كاتسا. قانون كاتسا قانون صدر باغلبيه لا تسمح لاي رئيس امريكي انه يعمل فيتو عليه. يعني اكثر من 98% من مجلس الشيوخ صوت لهذا القانون، واكثر من 97% من مجلس النواب صوت لهذا القانون. ده بيجهض اي رئيس امريكي ايا كانت ميوله، حتى ترامب رفض فشل ان هو يعترض على هذا. تتوقع سيد ماك انه فلاديمير بوتين مستعد لانه يستسلم لهذا الخنق الاقتصادي لروسيا؟ يعني في النهاية روسيا 70% من حجم وارداتها هي غاز بترول سلاح، مع هذا القانون فروسيا تخنق اقتصاديا، تتوقع أن بوتين يستسلم لمثل هذا الخنق؟ لا أعتقد أنه هيستسلم، وبالطبع أنه هو فايت باك، ولكن هو برضو من الذكاء أن هو عندما يستخدم سلاح التهديد هو يعني بدأ يأخذ بعض المكاسب، لكن لو نفذ التهديد لن يحصل على اي مكاسب بل ستبدا حساب الخسائر. فاعتقد لن يتم اجتياح عسكري. طيب والسيناريو اللي انا معتقد انه هيتم هو يعني الدعم الداخلي ومحاوله الانقلاب على الرئيس زيلينسكي في اوكرانيا، والاتيان بدمية روسيه اخرى لكي تنفذ مصالح روسيا. اعتقد ان يعني كيف تتحكم في سياده دوله مستقله في ان تنضم او لا تنضم الى حلف. طب خليني هنا هرجع مره ثانيه لسيد تيمور. المحافظه من محافظات الاتحاد السوفيتي وليست الدوله مستقله لها سياده. طيب هرجع في النقطه دي بالتحديد لسيد تيمور دويدار. اهلا بيك مره ثانيه سيد تيمور.
أرجو أن يكون الاتصال واضح. أهلا بيك. أرجو يكون الاتصال كده والصوت واضح. ممتاز. أشكرك. طيب. هل سمعت الكلام اللي قاله سيد مكشر قوي ولا أحاول ألخصه؟ أنا نعم مرة ربما ثانية أصادفه ونفس الكلام أسمعه. نعم لا تغيير. يعني هنا السيد ماك أشار إلى أنه روسيا أولا بالقطع بالتأكيد بتريد عدم وجود أي تدخلات أمريكية في على حدودها، وأنه هي تفعل ذلك لإبعاد الأمريكان، وده ما اتفقتم عليه، ولكن يرى أيضا أن روسيا تريد أن تخلق شكل من أشكال الانقلابات المضادة في الداخل الأوكراني والسيطرة على كييف مرة تانية لتكون وكأنها محافظة روسية، ولكن تبدو أمام العالم وكأنها دولة مستقلة ذات سيادة. لا، هي دولة مستقلة لا شك، يعني 30 عام على استقلالها ومحترمة للغاية من قبل روسيا الاتحادية. إنما لن تسمح روسيا بتحدي ما يسمى الأمن القومي الروسي، ولن تسمح للولايات المتحدة بعد يعني من أي تحرك أكثر مما هو حصل تجاه الحدود الروسية. فإن كانت أوكرانيا، إن كان أوزبكستان، إن كان أي، إن كان جورجيا، أي دولة قريبة وعلى الحدود مع روسيا الاتحادية، لن يكون هناك حلف الأطلسي، ولن يكون هناك هيمنة لحلف الأطلسي. المفاوضات سوف تستمر، والضغط بإظهار القوة العسكرية سوف يستمر أيضا على الأوروبيين. الأوروبيين يدركون تماما أن الولايات المتحدة والإدارة الحالية تلفت أنظارها إلى الصين وتحاول حشد الأوروبيين وكافة الحلفاء ضد الصين، ولا تحاول حتى كسب روسيا في صفها لأنها مستمرة في إخلاق المشاكل. فلذلك باختصار شديد نفذت كل الوسائل الدبلوماسية، سوف يتم التعامل بحراك عسكري. الحراك العسكري ليس معناه غزو دول أو بلدان، إنما ربما الحراك العسكري في الغالب سوف يكون نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أماكن حيوية تهدد الأمن الأوروبي، ولا نريد ذلك. ونتحدث مع الأوروبيين بالتحديد مع فرنسا، ألمانيا، من هي الأوروبا القديمة يعني، عن التعاون البراغماتي الذي هو متواجد بيننا منذ قرون، بنأخذ في الاعتبار الخلافات والحروب التي كنا مرنا بها. لكن ما يسمى أوكرانيا وتلك الزوبعة التي اختلقها الاستابليشمنت السياسي الأمريكي وأخذته وسائل الإعلام الغربية ونهضت به، كله صراحة لا يؤثر في موسكو ولا الكريملين ولا فينا. ثم أحب أن أذكركم أن نحن والأوكران شعب واحد، وأنا نص أوكراني ونص روسي، نتفهم تماما العقلية ونحترم الأوكران في اتجاههم بالتقدم والنهوض ربما مع الاتحاد الأوروبي، أهلا وسهلا، دون أن تشكل أي تهديد ضرر أو تهديد. شكرا شكرا سيدي. تهديد لروسيا الاتحادية فقط لا غير. أنا أولا أشكركم جدا 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 سيد مكشر قوي، أيضا سيد تيمور دويدار، خدنا من وقتكم كتير أنا عارف، بس فعلا احنا كنا محتاجين هذا التحليل، وأعتقد أنه أن الأوان أن أنا بقى يعني وسيط الحل ما بين موسكو وواشنطن بالطريقة دي، يعني يمكن بعد هذا القدر. على كل فعلا الموضوع شديد الأهمية بالمناسبة، اللي بس عايز أشرحه لأي مواطن ممكن من سادتنا المواطنين المشاهدين والمشاهدات اللي بيشوفوا،
اوعى تفتكر انه القصه دي بعيده عن مصالحنا العربيه والافريقيه او مصالحنا في البحر المتوسط. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو قامت حرب دي مشكله. كويس؟ فكل التمني بانه الامور تهدأ وانه كل الاطراف تصل الى اتفاق. تاني، مصر بالنسبه لها اوكرانيا دوله صديقه، بالنسبة لها روسيا دولة صديقة، بالنسبة لها أمريكا دولة صديقة، بالنسبة لها الاتحاد الأوروبي اتحاد صديق إلى آخره. لكن كل أي إنسان طبيعي يتمنى إيه؟ لا حرب.